اهلا وسهلا بكم في الحلقه السابعه من كورس تعليم ببريمير. النهارده هاجي اقول لكم على حاجه جديده، وهو شرح قائمه الايديت، او اهم قائمه او اهم اختيارات قائمه ايديت عشان تقدروا تشتغلوا بالمرتاح. هي قائمه بروفينسيس دي، بنيجي نختار حاجه اسمها الجنرال. الجنرال دي هنفهم فيها ايه. كل اللي موجود فيها انا ما يهمنيش غير كام حاجه بس، هما اللي انا عايزهم. اولا عندنا حاجه اسمها اوديو هاردوير. لو الناس اللي هتشتغل بتحب تشتغل نظام الميكنج، لو ما بتيجي هنا، لو احنا بصينا هنا هنلاقي هنا الفويس دي اصلا ما بتبقاش متفعله، بتبقى اصلا مش متفعله. فانت دلوقتي عايز تسجل فويس او تشغل الميكنج على مقطع فيديو او مقطع ايا كان، فانت ممكن تشتغل فويس عن طريق البريمير، عن طريق ان انت بتيجي هنا وبتيجي بتقول له اوديو هاردوير، وبتيجي تشوف نوع المايك بتاعك نوعه ايه. انا المايك بتاعي اسمه سامسونج، فانت بتشتغل عليه او بتشوف الدنيا بتاعتك فيها ايه، والانبوت والاوتبوت بتشتغل عليه. وكمان في اختيار مهم جدا 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 جدا، اوعوا تنسوه، اختيار اوتو سيف. هنا اختيار الاوتو سيف يا جماعه يعني حياتكم، لان لا قدر الله لو اشتغلتوا على المشروع ونسيتوا تعملوا سيف اوتوماتيك او كنترول اس كل حركه، صدقوني هتشدوا في شعركم. فانتوا بتظبطوها من اول 5 دقائق لغايه تشوف انت بقى بتحب ايه. طبعا كل ما كان الموضوع قليل كل ما كان افضل، ده لو في المشاريع السهله. لو المشاريع فيها حاجات تقيله وانيميشن وجرافيك والكلام دوت، يفضل كل 10 دقايق عشان الجهاز كده كده هيكون بيتخانق معاك وممكن يقتلك. ده بالنسبه للكلام دوت. طبعا انا كل دوت بالنسبه لي مش فارق معايا، لان انا وهنا ممكن تغير اسماء بالنسبه الليبل والحاجات دي، انا بالنسبه لي مش فارق معايا. انا حابب بس اقول لكم ده اهم اختيار في قائمه ايديت للبريمير. ونبتدي بقى من الحلقه اللي جايه باذن الله نبتدي نشوف ازاي نقدر نشتغل على البريمير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.